إلهي أنت شاهد، أول مرة أذكر هاي القضية يعني بالفضائيات، أول مرة أذكر، وعلى المنابر ما ذاكرها. كنت صائم بعد صلاة الظهر والعصر، عندي غرفة هناك خاصة، نمت في الغرفة، بمجرد أن عيوني هالشكل شوية صارت حارة بالنوم، شفت الباب انفتح وقالوا السيدة الزهراء تريد تدخل. اللهم صل على محمد. فأنا في فراشي قعدت هالشكل، قعدت السيدة الزهراء سلام الله عليها، طبعا لي الشرف أن أكون محرم وياها. فالسيدة دخلت، وحق الزهراء البتول ودم الحسين، ودم الحسين أحلف، فقط شالت مقنعاتها شوي ووخرت وجهها هالشكل، خدها كان مثل كبدة الخروف هالشكل، خلي أمثل بالدقة، يعني مو أحمر، أكثر من الأحمر، لعن الله من ضربها. أنا الوالدة والقلب الأخفار، وأنا أدور عزبني وين ما تشاهد. أنا الوالدة يا حسين يا ابني، أنا يا ابني يا ابني يا ريت ذبح كذبح، دي سعدني على ابني يا ريت حبني يما يا يما، أنا وقت الذبح محضرت يا ريت.